كثير من الموظفين للأسف بيقعدوا قعدات خاطئة وراء مكتبهم أو بأوقات دوامهم ممكن يتحركوا حتى بعض الحركات اللي ممكن تكون خاطئة ومؤذية، وبالتالي بتسبب لهم آلام بالظهر كامل أو بالعمود الفقري أو آلام أسفل الظهر. في إلى كثير من الأسباب، وهي الأسباب ممكن تعود لطبيعة عملنا وطبيعة الحركات اللي ممكن نحن نعملها خلال دوامنا. اليوم ما رح نتعرف على كثير تفاصيل شو أسباب هاي الآلام وطرق علاجها أيضا، وكيف ممكن نوقي حالنا ونقعد قاعدة راكزة وتكون صحية لنا ولجسمنا. كل هاي الأشياء مع الدكتور بهجة عكروش، اختصاصي إسعاف الجراحة والكسور العظمية. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور بهجت. صباح الخير. خلينا نبلش مع حضرتك. نحن بنعرف يعني أول شيء ممكن يؤدي للمشاكل بالعمود الفقري هو القعدة الغلط. دائما بنسمع عن هذا الشيء، واحد قاعد غلط أو قاعد لفترة طويلة. فخلينا نحكي عن جذر هاي المشكلة، الممارسات الخاطئة اللي بنعملها يوميا. مشكورين على هذا الطرح. اليوم هذا طرح قليل ما يتم تداوله بسبب البحث دائما عن الأمراض، لكن دائما هناك أشياء كثيرة يمكن أن تحدث من خلال تصرفاتنا اليومية، من خلال عاداتنا الطبيعية جدا. عشان تطلع علي فبلشت تركز عادتي. أكيد يعني للأسف كله عم يأثر على موضوع الظهر وآلام الظهر. البداية الأولى هي الرتابة التي نعيشها، الروتين اللي منعيشه، قلة الحركة اللي منعيشها. تعودنا على زمن السيارة وممنوع الحركة والرياضة، ما في كله ثابت، القعدة الطويلة على الموبايل، القعدة الطويلة على الكرسي. وللأسف الموبايل هو يمكن أكثر حالة عم تكون هي مؤذية لآلام الظهر والرقبة حد ذاته. عم نلاقي دائما الشخص بيقولك بيجينا في عندي آلام بأكتافي، آلام بظهري. بتبحثي بالدوري ما بتلاقي مرض يعني سبب جوهري ليعمل هذا المرض إلا الحالة العادة اللي هو بيتابعها. بترجعي معه بتفهمي تماما أنه هو السبب الرئيسي هو هاي الممارسة الخاطئة من عدم الرياضة، عدم الحركة، الثبات الدائم، القعدة الخاطئة. وللأسف القعدات الخاطئة يعني نحن حضراتكم قاعدين القعدة النظامية السليمة اللي هي تمام. دائما بتكون الظهر مشدود اخذ الزاويه القائمه مع الساقين. هي الحركه هي اللي طيب هي غلط دكتور لفرج العرج، هو نحن ما بنرتاح بالقعده خصوصا السيدات يعني بشكل عام. هي عباره عن تعود، هي عباره عن تعود. هي شو مداره؟ المدارة أو أهم شغلة هي موضوع الضغط اللي بيصير. أنا لما بكون قاعدة هي القعدة الطويلة، فأنت عم يصير بشكل يعني بشكل طبيعي جدا عم يصير في ضغط على الركبة وعم يصير على الطرف الثاني. الضغط شو عم يعمل؟ الضغط عم يخفف قلة تدفق الدم بالاتجاه، لأنه عم يصير في ضغط. فأي تدفق الدم اللي هو تغذية للعضلات وللأوتار بيتوقف أو بيضعف. هذا الشيء بيعمل يباس بالعضلة أو يباس بالوتر. طبعا هذا مقبول للحظات دقائق إلى آخره، تغيير نوع من التغيير لحالة الجسم أو من شان الحركة. لكن هناك من يجلس جلسة طويلة هو حاطط رجل على رجل، هذا منلاقي إذا أنت بتلاحظي بتلاقي بعد ما نزلت رجلك بتلاقي مضغوطة، بتلاقي بقعة حمراء موجودة، هي نتيجة الضغط الكامل على هي الأنسجة. والأنسجة لما تنضغط بخف ترويتها وبالتالي تخف حركتها. إذن العادات الخاطئة من خلال الجلوس الغير نظامي، نقعد قعدة طويلة، نقعد قعدة نضطجع بشكل مايل، بتكون العضلات بالظهر من مكان مرخية من مكان مشدودة كتير. هذا الشد وهي الرخي أيضا بيعمل خلل بتوازن التوازن عند الجسم على العمود الفقري. بتلاقي في صار في يعني تقوم أو شد بطريقة أو بأخرى على مكان. التكرار بهذه الحالة تصبح حالة راهنة. هذه الحالة الراهنة من مكان مشدود من مكان مرخي. فأكيد بالنهاية هذا بيعمل آلام بكل تفاصيله. وللأسف أنه ما لازم تصير
وفينا نجنب نفسنا كثير من هي الحالات من خلال هذه العادات. طيب دكتور، هي الأعراض أو هي الآلام نتيجة هي الحركات الخاطئة أو العادات الخاطئة يلي نحن عم نعملها اليوم، لوين ممكن تودي هي الآلام؟ شو هي الأمراض يلي ممكن تسببها هي الآلام، ولا خلاص هي بتضل عبارة عن آلام ممكن تتشافى بأدوية، ولا ممكن تؤدي لأمراض؟ لا أكيد بتؤدي، لأنه بالنهاية بالتركيب الفيزيولوجي للجسم والتشريحي العضلات هي مرتبطة على الفقرات، وبين الفقرات دائما عم يكون في مسير الأعصاب، يعني بتطلع الأعصاب لما تصير في تشنج للفقرات عم تضغط. هلأ إذا كانت من جهة واحدة عم تعمل انقراص من الفقرات عم تضغط على الأعصاب، وبالتالي عم تعمل آلام عصب وركي أو خلال على الطرفين العلويين. هذا الشيء من خلال لا سمح الله حركة غلط طالعين بالسيارة على مطب ممكن يصير في ضغط تؤدي إلى فتق مولبية وتعمل ديسكات. بينما لما بتكون العضلات جيدة جدا وواقفة وأخذ مكانها الطبيعي وماسك العضل بيتعرض للحالات المصاب أو الشخص، وبالتالي بيكون مقاومته أقبل أكبر من هذا الموضوع. بينما لما يكون في انقراص أو في تقوم في شد ممكن تؤدي إلى فتق نوالبية وانقراصات، وهذه تصبح غير قابلة للعلاج إلا جراحيا إذا صارنا بالفتق. أما إذا كان حتى بالانقراص يعني بيضل يعاني بفترة معينة طويلة. هلأ إذا كنا بفترة أولى اللي هي فترة التشنجات، هي تعالج من خلال أدوية معينة ومن خلال أيضا عادات يعني مخالفة للعادات الخطأ ممكن أن تؤدي إلى العلاج. طيب دكتور بهجت، خلينا نحكي عن نقطة مهمة كتير أوقات، وخصوصا هلأ بهي الفترة اللي نحن فيها بين الخريف والصيف، بيصير فجأة مثلا افتراق حراري، فرق حرارة، شخص مثلا ممكن يكون ماشي بالشارع عرقان، دخل على مكان مغلق، المكان فيه مكيف، صار عنده شد عضلي مثل ما بيقول وتبت أو انشكلت. تمام. مثل ما بيقولوا. كتير بنسمع كمان عن طرق خاطئة أو تقليدية شعبية قديمة، نعمله مساج فروك رقبتك، ما بعرف شو، حط بشكير سخن، وكتير أسباب، خد حباية، جيب دواء مرهم وما إلى ذلك. خلينا نحكي عن، بما أنه حضرتك مختص وهي تعتبر حالة إسعافية ممكن أي شخص يمر فيها، أو أحيانا بيكون عم يطلع لمكان معين لفترة طويلة بيرجع بيقول انشكلت، نحكي عن هاي التفصيل، شو العلاج الصحيح الإسعافي السريع؟ مشكور على السؤال. كتير بتصير التشنجات أو الشكلة أو انبرق ظهري، هي التعابير العامية اللي بنسمعها كلياتنا، هذا شيء طبيعي جدا بيصير نتيجة إما حركة خاطئة غير مدروسة غير متوقعة، واحد فجأة برم بطريقة لسه العضلة ما أنا أخذ القرار الصح، في قرار دماغي شيء يعطي شيء وهي بمكان تاني تعمل هذا الشد الكبير. الشيء الثاني اللي هو الافتراق الحراري. الافتراق الحراري شيء مهم جدا، ولازم أنا رح أوضح ببساطة جدا شو يعني افتراق حراري، شو ممكن لنعرف تأثيراته. جيبي كاسة بلور حطيها بالبراد خليها باردة، أو أيام البرد بتكون بالمطبخ الكاسة باردة، جيبي بتصبي شاي شيء سخن، شو بيصير فيها؟ تلاقيها فورا بتتكسر، ممكن تنكسر فورا. السبب لأنه الافتراق الحراري، التبدل الحراري من بارد إلى ساخن تؤدي إلى فرقعة. طيب هذا بالإزاز، كيف إذا بالعضلات؟ فنفس المبدأ، والجسم لما بيكون هو بمحالة حرارية يعني متعود على حرارة معينة، طلع فجأة كان جوا جنب الصوبية وطلع، أو كان شوب كتير وجد تحت المكيف، نفس المبدأ، هذا الافتراق يؤدي إلى العضلة شو بدها تعمل، بدها تحاول تعاكس هذا الموضوع فبتتشنج. تشنجها بيؤدي إلى اللي عم تسميه وتاب، بنسميه تشنج، بنسميه تقوم، اللي بدك اياه، انشكلت، شو ما بتحبي. فهي عبارة عن حالة ردة فعل نتيجة هذا الافتراق الحراري. كتير مهم هلا بنقول لكل اللي عم يشوفونا وعم يسمعونا إنه بالحالات وخاصة بهذا الوقت، البرد اللي بيجي هلا أصعب بكتير من البرد اللي بيكون بالشتاء. شتى لأنه الجسم تعود على نمط حرارة معين، وتعود على أنه في برودة. بينما هلا بيكون بنهار كتير مشوب، بخفف لبسه لبس صيفي،
بعد شوي المساء بتلاقي صار في برد، قاعد على البلكونه الى اخره، بتلاقي بيقوم بتلاقي كتافه يابسين. صحيح. او ظهره يابس. اذا ممنوع، لازم ننتبه تماما على هذا الموضوع. نقطة كتير تانية مهمة بتصير بتجينا من خلالها على العيادة، بيقول لك أنا والله كنت بالحمام طلعت، أنا بالبيت دافي البيت، دافي البيت صح يعني، بس جوا الحمام الحرارة عالية جدا، بخار مثل الساعة، حرارة عالية جدا بالبيت صح، دافي البيت لكن درجة الحرارة أقل، أقل بكتير يعني، في على الأقل على الأقل 10 إلى 15 درجة فرق. فبيقول لك أنا جوات البيت ما طلعت لبرا، ولو كان الافتراق الحراري هاد لازم نحن نحسب حسابه، وقت نطلع من الحمام ما نطلع مكشفين، لازم نغطي حالنا، نغطي ظهرنا ونغطي كتافنا حتى لو كنا جوات البيت الدافي، لأنه الفرق الحرارة. إذا كله هذا الموضوع ممكن أن يعمل بيعمل آلام كتير، تشنجات كتير، وبالتالي بنوتب بننشكل، وممكن تاخذ فتره طويله. في ناس بيقول لك يا دكتور صار لي شهر مشكول، يا معقوله؟ ايه بتضلك شهر مشكول طالما السعد الشد موجود وما تعالى الصح. طب شو الحل؟ الحل طبعا من خلال العلاجات الدوائيه والعلاجات العرضيه. هلا العلاجات العرضيه من انه الكمادات الساخنه طبعا كثير مهمه، العلاجات الدوائيه اللي هي مضادات الالتهاب غير استرويديه والمسكنات لابد منها مع الكمادات الساخنة. شيء حكيتيه كتير كتير مهم، في ناس بتفكر انه انا بس تشنجت تعملوا لي مساج. غلط. بعد ما يخلص المساج بيضل يولول طول الليل عم يصرخ من الألم. طبعا قلت لي دكتور طيب التشنج معروف انه هذا بدنا نعمل له مساج. المساج بنعمل بعد ما يترتخي العضلات شوي. بحالة التشنج الشديد بعطيه مثال كتير بسيط أبسط ما يمكن مشان الكل يستوعبه بسرعة. إذا واحد بيكون معصب، أنت بتكوني معصبة عند الصبح فايقة معصبة، بيجي حدا بيقول لك صباح الخير، تيجي سلمى بتقول لك صباح الخير، حلي عني هلا بلا صباح الخير بلا. وليه لو عملت هيك شو بعمل فيها؟ وانت ليش؟ لانك معصبه. انا ما بصبح على بعض ابدا، نحن خاصمين. الله يحميك، الله يبارك فيكم ويقويكم. هذا الحكي اذا كنت يعني حدا عامل لك صباح الخير بس لانك معصبه ما بتتحملي حتى كلمه صباح الخير، بينما اذا كنت رايقه يمكن تجي بعصبه سلمى وعم تعيط وعم تصرخ تقول لي روقي شوي طولي بالك. ليش؟ لانك يا سلمى روقي. لا ما رح ان شاء الله دائما روقي. فالقصد لما تكون العضله متشنجه ومعصبه ما بصير اجي العب فيها انا. يعني هيك شو بكون عم ساوي؟ عم هيجها، عم زيد عم هيجها، عم حركها. طيب استنى شوي، بنعمل كمادات سخنه، بناخذ مسكنات، ناخذ مرخيات عضليه. هذول الكريمات اللي بتنحط، ممكن كريمات مرخي عضلي او في حب مرخي عضلي ممكن ناخده، ما رح نذكر اسماء تجاريه. أكيد. لكن مرخيات عضليه او مراهم مرخيات عضليه نوعا ما مع كمادات سخنه، العضله بتبدا ترتاح شوي، بعد ما ارتاحت ممكن نحن نساعدها بمساج. اما من الخطأ الشائع والكتير كبير اللي بيلجأوا له كتير وبيجينا بعده عم موجوعين الناس، انه انا عملت مساج. ليش؟ لانه انت بهالحالة هي دخلتي على العضلة بالوقت اللي هي معصبة متشنجة، مثل مجروح وحدا عم بيحط شيء على الجرح، تحطي كحول عليه مثلا. للأسف هي كتير بتصير. فإذا ممنوع المساج إلا بعد ما يتم تناول بعض الأدوية المرخية العضلية مع بعض الكمادات الساخنة، وقتها بنلاقي المريض مهيئ انه ينعمل له مساج، والمساج بيكون بهي اللحظه مفيد مانو. طيب دكتور خلينا هيك نرجع لعند الاشخاص يلي بيعانوا من الام بتظهر نتيجه القعدات الخاطئه، قاعده ورا مكتب. يعني اليوم في كثير اشخاص وكثير مهن متعدده، يمكن ما بنخلص لعد، هي بتضطر للشخص ان كانوا رجال ولا نساء يقعدوا ورا مكتب او على كرسي او على يضلوا قاعدين بمكان طويل. طب اليوم هي الالام هي ما بتصير للرجال وللنساء بنفس الآلام بنفس الأماكن بنفس الوقت كمان نفس طريقة العلاج؟ هلأ يعني النساء مظلومين دائما يصابوا بأكثر من الرجال، السبب ضعف الكيان العضلي تبعهم.
فعضلاتهم ضعيفه شوي، الرجل يمكن يروح على النادي يروح اكثر من النساء يعني بهالحاله، هو جسديا معروف جسديا فيزيولوجيا بكون اقوى، لذلك تحمله اقوى، فيصابوا النساء اكثر، واكثر ما يصابوا باسفل الظهر خصوصا النساء بعد الحمل والولاده. هي الاسباب بقى العاديه اللي نحن نقول فيها لها علاقه بالحمل، لها علاقه بطريقه العمل الى، بس بدي نبه لشغله صغيره، اللي بيعدوا اعداد طويله بهي الطريقه المطلوب منهم ما يعدوا قعده طويله. كيف يعني؟ انا مضطر، انا عملي مكتبي وبدي اقعد على الكمبيوتر فتره طويله، تمام، فشو بساوي؟ انا يفترض على الاقل كل ساعه ولو دقيقتين قوم غير الوضعيه اللي انا فيها، اعمل شوي. اعمل حاله شد، اعمل حاله تمطيط للعضلات، اتحرك شوي لحتى ما ترجع تاخذ على نفس الروتين تبعها. فاذا المطلوب من الاشخاص اللي عندهم مهن، سائق، حلاق، قاعده مكتبيه طويله على الكمبيوتر، بيشتغل مونتاج بيطول هو وقاعد، كله هذا معرض لهي الحاله. فالمطلوب منه بهالطريقه فقط انه كل ساعه يقوم ولو دقيقتين فقط، يقوم يعمل تمطيط، يعمل حركه، يرجع لشغله. يعني دقيقتين ما بتصور، ممكن واحد يضل قاعد 8 ساعات ما يتحرك، لازم بيقدر كل ما بيقدر يقوم يغير شوي، وبشكل رئيسي يحط اللي بيقعد عليه، يحط مخدة وراء ظهره مشان دائما تسنده. هذا من الحركات الضرورية جدا بالبيت. نحن ما المطلوب نروح دائما على النوادي، فينا بالبيت الحركات السويدية اللي كلياتنا تعلمناها بالمدارس، تمطيط الظهر، هذا كتير مهم وممكن يساعد على عملية الهروب من هذه الحالة وعدم الإصابة فيه، وبالتالي التوجه باتجاه الشفاء. قبل ما نختم سريعا، اللي بيكون عنده مشاكل بالرقبة بيجيب رقبة هو من الصيدلية أو من المحل اللي بيحطها، هذا الشيء صح؟ أكيد لا، تأكيد لا. موضوع الرقبة هي تدرس بشكل صح. لما يكون في عنا انقراص بالعمود الفقري الرقبي، في عنا تقوم شديد، ضغط على العصب، فنحن بنحط الرقبه لنحاول نمطط الرقبه، عضلات الرقبه حتى تخفف الضغط عن العصب. وهذا الحكي ما بيصير يضل بشكل دائم فتره طويله، طويل، بنحط فتره بينقام فتره، بنحط فتره بينقام فتره، ساعه ساعتين، ساعه ساعتين، مع الكمادات لحتى تفيد. اما انه نجيب انا ابي وحطه وضل قاعد طول النهار عامل هيك انه انا عم مطط، هذا بالعكس بكون عم ياذي، لانه العضلات لما تضل مططه تمطيط من خلال الرقبه، شوفي المطاطه انت العاديه لما بتكون تعمليها هيك تكون مرينه، بعد شوي شديها اكثر، شديها ترخي، ما عاد تشتغل العضلات بالشكل الصح. صحيح. وهذا نفس الشيء بيعملوه بالعضلات الرقبيه. اكيد بالختام بدنا نشكر وجودك معنا الدكتور بهجت عكروش، وبنتمنى اكيد السلامه للجميع، ورح نسمع منك هلا نقوم نعمل فاصل ناخذ تقارير ونمشي شوي. شكرا لك دكتور كل المعلومات اللي عطيتنا اياها اليوم.